السيد رئيس لجنة تصفية الاستعمار المحترم، السادة ممثلو البلدان الأعضاء المحترمون، يصادف هذا العام الذكرى 47 لاندلاع النزاع المفتعل في الأقاليم الجنوبية المغربية الذي بقي دون حل إلى يومنا هذا، وكثيرة هي القضايا التي يمكن أن تثار بهذه المناسبة، من بينها أهمية تعزيز حقوق الإنسان، تطوير المشاركة السياسية، وتسريع التنمية، وتقوية المؤسسات المنتخبة. لقد قدمت المملكة المغربية في العام 2007 مقترحا للحكم الذاتي كأرضية صلبة للتفاوض من أجل حل نهائي وعادل ومقبول من قبل جميع الأطراف، ووجب التذكير بأن الأمم المتحدة وكل الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن أكدوا في العديد من المناسبات على الحل السياسي للقضية، والواقعية تقول أن الحل الوحيد هو الحكم الذاتي الموسع في إطار السيادة المغربية. وفي عام 2016 والقوات المسلحة لبوليزاريو ماضٍ في سياسة تهديد أمن هذه المنطقة العازلة، وفي تحد صارخ لدعوات الأمم المتحدة وانتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي، ولا سيما القرارات 2414-2440 الذي تم التأكيد فيهما على ضرورة أن يضع البوليزاريو حد لهذه الأعمال المعززة المزعزعة للاستقرار. على صعيد السياسة الخارجية، سجلت المملكة المغربية تحولا مفصليا في قضية الصحراء المغربية، وعددا من المكاسب التي انعكست إيجابا على هذا الملف، ومنها الاعتراف الدولي والوازن والمتزايد بمغربية الصحراء ومقترح الحكم الذاتي، إضافة إلى الموقف الذي سجلته الدولة الإسبانية باعتبارها الدولة الاستعمارية السابقة للإقليم بالخروج من موقفها السلبي إذا الوحدة الترابية للمملكة المغربية وتأييدها للحكم الذاتي كمبادرة قوية من شأنها أن تمنح سكان الصحراء إمكانية تسيير شؤونهم بأنفسهم وحدهم وبالموارد والاختصاصات اللازمة. كما وجب التنبيه والتنويه إلى أن ملف الصحراء المغربية ليس بشبيه عن القضية الفلسطينية كما يروج البعض، وأن لا تعارض بينهما كما لا تشابه بينهما، وطالت حتى سرق أيضا رمزية التمثيل السياسي والتفاوضي الفلسطيني، وأخذوا يشبهون منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني بجبهة بوليزاريو كممثل لسكان الصحراء، وهنا لا مقارنة من حيث المرجعيات القومية والأيديولوجية والتاريخية للطرفين. ومن جهة أخرى، وفي إطار العلاقات المغربية الفلسطينية، فإن صاحب الجلالة الملك محمد السادس يشدد دائما وفي كل مناسبة على أن المغرب يضع دائما القضية الفلسطينية في مرتبة قضية الصحراء المغربية، وأن عمل المغرب من أجل ترسيخ مغربيتها لن يكون أبدا لا اليوم ولا في المستقبل على حساب نضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروع. وعلى صعيد العلاقات المغربية الجزائرية، فقد اعتمد المغرب منذ سنوات على نهج اليد الممدودة للجزائر عبر مبادرات متتالية من قبل جلالة الملك ودعواته إلى فتح الحدود والجلوس إلى طاولة الحوار لتسوية المشاكل العالقة. أحدث تلك الدعوات أطلقت مؤخرا في خطاب جلالة الملك في الذكرى 69 لثورة الملك والشعب، بعد صدور قرار الجزائر قطع علاقاتها مع المملكة المغربية ولأسباب غير مبررة من الناحية الموضوعية، يتضح أنه يتناقض مع تطلعات الشعوب المغاربية للتواصل وتعزيز التعاون المشترك والاستفادة من مقومات وإمكانيات متاحة لمواجهة التحديات المشتركة. الجزائر اليوم مدعوة لتغليب صوت الحكمة والانخراط بشكل جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي وأحبابي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي واحتراماتي لكم، ودعواتي بأن يرفع الله البلاء والغلاء على الأمة العربية وسائر بلاد الدنيا، وأن يشفي كل مريض يتألم، ولا يحرمنا أبدا من أحبابنا يا رب العالمين. طبتم أينما كنتم،
وطابت أوقاتكم كبسولة جديدة من حكاوي. سمعت حضراتكم المندوب لدى الأمم المتحدة، المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، ودي كان في إحدى جلسات لجنة تصفية الاستعمار اللي بتعقدها أو بيعقدها مجلس الأمن طبقا للوائح الأمم المتحدة. هذا الرجل كلمته بهذا الشكل جامعة مانعة للقضية الصحراوية المفتعلة، جاب من الآخر مسخر القراقبة الملاعين أحفاد فرنسا وتركيا، ومسخر عصابة شنبولة الحرامي والبقر اللي معاه، مسح بيهم بلاط الأمم المتحدة. عجبني قوي هذا الرجل، اتكلم في كل حاجة، يعني يمكن هي الجزئية الأخيرة اللي كان الوقت بتاعه خلص فيها، اللي هو بيقول على دويلة القرقوب إنها تراجع نفسها وتشوف بقى يعني طرق السلم فين وتهتدي إليها، لكن ده ما يهمناش لأنه هو مش هيحصل، دول مقرقبين جاتهم القرف قرفونا بنقائه. اتكلم على التشابه اللي دايما يعني تزعمه دويلة القرقوبي بين القضية الفلسطينية والقضية الصحراوية، وقال لهم مفيش أي تشابه أصلا بين القضيتين، القضية الفلسطينية قضية شعب، والقضية الصحراوية قضية مفتعلة افتعلتها دويلة قرقوبيان نكاية في المملكة المغربية الشريفة. أيضا تكلم زي ما حضراتكم سمعتوا عن إن الحل الوحيد والأمثل لهذا النزاع المفتعل هو ما قدمه المغرب الشريف في عام 2007، وهو مقترح الحكم الذاتي اللي نال يعني موافقة 99% من دول العالم لحل هذا النزاع المفتعل. اتكلم كمان على ان دويلة القرقوبي هي من تدعم عصابة البلوزاريو ضد المملكة المغربية الشريفة، تناول هذا الموضوع باستفاضة واتكلم وقال انتوا يعني فيما معناه انتوا عمالين تقولوا احنا مش طرف احنا مش طرف، لكن الحقيقة ان انتوا اساس كل هذه البلاوي واساس كل هذا الفيلم الهابط. تحدث ايضا عن مناجات ونداء جلالة الملك محمد السادس الدائم لمد يد السلم لدويلة الجزائر، والرغبة في فتح الحدود والتعامل بما يرضي الله بين الجارتين، لكن للأسف هذا يعني كانوا دايما بيتناولوه بشيء من السخرية، وبيعتقدوا أن هذا ضعف من المملكة المغربية الشريفة، مع أنه هو مصدر القوة للمملكة الشريفة حاجتين: تلاحم الشعب المغربي مع الملك والحب المتبادل بينهم، وأيضا اتجاه المملكة المغربية الشريفة الدائم إلى السلم والسلام، ويعني اتباع تعاليم الدين الإسلامي في الجيرة وحسن الجوار. هو ده مصدر قوة المملكة المغربية الشريفة، التلاحم الشعبي مع جلالة الملك والتمسك بالدين وقواعد الدين. الراجل بصراحة اتكلم في كل شيء يا جماعة، يعني ما خلاش حاجة ما اتكلمش فيها، يعني خصوصا التغني بان القضية الفلسطينية هي زيها زي القضية الصحراوية، وده شيء طبعا بعيد، دي حاجة ودي حاجة تانية، ده كفاح شعب ونضال شعب ضد مستعمر وضد احتلال وضد وضد وضد، لكن الصحراء، قضية الصحراء المغربية المفتعلة دي حاجة كده ملهاش اي لازمة في الحياة، الا انها كانت طمعا في اراضي المملكة المغربية الشريفة والوحدة الترابية للمملكة المغربية الشريفة، اللي بيتمنوا انهم يقضوا على هذه الوحدة ويفتتوا ارض المملكة الشريفة. اتكلم كمان وتوجه بالشكر الى المملكة المغربية الشريفة على ما تقدمه من مساعدات دائمة ووقوفها الدائم جنب الشعب الفلسطيني في كفاحه ضد المستعمر، وعدم تقصيرها ابدا على طول او على مر التاريخ مع هذا الشعب، وقدمت له
كل ما استطاعت من دعم وكل ما استطاعت من مساعدات حتى يعني يقف وقفة صلبة أمام تحديات هذا المستعمر. الراجل بصراحة عجبني يا جماعة، يعني من الآخر فضح دويلة قرقبيان العظمى والقائمين عليها، مسح بكرامتهم الأرض، خلاهم ما يسووش بصلة، يعني مع أن البصل بقى غالي دلوقتي ما بقاش رخيص، خلاهم ما يسووش حاجة. كمان عرى عصابة شنبول الحرامي قدام الدنيا كلها وقال لهم يا هي إلا عبارة عن عصابة إرهابية مدعومة من دويلة قرقبيان تهدف إلى إثارة الشغب والقلق في المنطقة، يعني ملهاش أي قيمة، ملهاش أي وجود، ليست دولة كما يقولون وليست لها وجود كما يزعمون، إنما هي ما هي إلا أداة في يد دويلة الجزائر تحركها وتصرف عليها وتمولها وتدعمها نكاية في المملكة المغربية الشريفة، وطمعا في إيجاد منفذ لهم على المحيط الأطلسي، وأيضا رغبة منهم بسبب الحقد الدفين اللي موجود على مر العصور، رغبة منهم في تفتيت أرض المملكة المغربية الشريفة ومعاداة الوحدة الترابية للمملكة الشريفة. كمان أشاد بمواقف الدول اللي خصوصا أشار إلى إسبانيا زي ما قال، اللي بدأت تدعم فعلا القضية يعني المزعومة دي، وقال إن خلاص العالم كله بقى عارف أنها قضية مفتعلة، نزاع مفتعل الهدف منه هو ضرب مصالح المملكة المغربية الشريفة، وأنه لا وجود لهذا أو لهذه الدولة، الدولة الصحراوية الهبلية ديت ما فيش أي وجود لها على أرض الواقع، إنما هي قصة وهم في وهم صنعتها دويلة الجزائر. كلمة بصراحة يعني قوية جدا جدا، فضحت أحفاد فرنسا وتركيا، خلتهم يعني عرايا أمام العالم، وفي نفس الوقت وضح للعالم ما هي المملكة المغربية الشريفة وما هي قوتها وما هي مساعدتها اللي قدمتها للدولة الفلسطينية. أنا أحيي هذا الرجل لأنه اتكلم بصراحة في كل شيء، لم يخجل ولم يكذب ولم يتعدى على أحد، ولكن كله ثوابت بالأرقام والتواريخ. بس تفتكروا القراقبة هيفهموا حاجة من اللي هو قاله؟ ما أعتقدش، لأنهم مرضى نفسيين، عندهم دربكة في المخ وسكسكة في الحلمبي، عندهم استبحس، عندهم حسفكة، عندهم كل الأمراض النفسية والعصبية المستعصية وغير المستعصية، جاتهم القرف قرفونا، ربنا ياخدهم ويريحنا من خلاقهم بنقائهم، وما فيش مخ ولا فيه، يلا جاتهم ليلك فعل يوم كده. فعلا المغرب صاحب حق، والصحراء مغربية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وموتوا بغيظكم أيها القراقبة الملاعين أحفاد فرنسا وتركيا، وخدوا معاكم شنبول الحرام والبقر اللي معايا. كل التحية والتقدير والاحترام لكم، سعدت بكم وسعدت بوجودي معكم، دعواتي بأن يشفي الله كل مريض يتألم، ولا يحرمنا أبدا من أحبابنا رب العالمين. طبتم أينما كنتم وطابت أوقاتكم، عاشت مصر وعاش المغرب، ولا عاش أبدا من عاداهما ولا خانهما، ودائما وأبدا وما حييت أقول أن العروبة ليست دولة، إنما العروبة وطن لمن يعي ويفهم ويعقل معنى كلمة وطن. كل التحية والاحترام، وأشوفكم في كبسولة جديدة ومش هتأخر عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.